البرمجة هذه نتاع اللقاءات تاع الفئات الصغرى، يعني هو الهدف منها هو انه تطوير كرة القدم على مستوى المنطقة يعني برمتها. نحن اليوم كنا ولا فريق في الجهوي الاول، واليوم بحول الله عندنا فريقين في الجهوي الاول، حتى ان عندنا فريق من هذو الفريقين في الجهوي الاول يكاد ان يصل الى ما بين الرابطات، ونحن بدورنا ندعم تدعيم كامل لكل الرابطات. استمتع بما يقدمه الفئات الصغرى، وهذا الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الرابطة الولائية لكرة القدم بثمن رصد، جزاهم الله ألف خير، العودة إلى القاعدة.